50 مقدسيا اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية، بينهم قيادات من القوى الوطنية والاسلامية بالقدس المحتلة، اضافة لاستجواب عدد من رجال الدين من بينهم سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة العليا الاسلامية. الاعتقالات والاستجوابات الاحتلالية الاسرائيلية تأتي بعد صد المقدسيين لمحاولات المجموعات المتطرفة الاسرائيلية دخول وتدنيس الحرم القدسي الشريف. ما تقوم به سلطات الاحتلال هي اعمال مناسية لكل القيم الانسانية والحضارية والروحية والارضية والسماوية، ولذلك هؤلاء لا يحترمون لا مقدسات ولا قيم ولا اخلاق ولا يراعوا اي مشاعر دينية لا لمسلمين ولا لغير المسلمين. الجبهة الاسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات عقدت مؤتمرا صحفيا بمدينة رام الله بالضفة الغربية للتنديد والاحتجاج على الاعتداءات المتكررة بحق القدس وابنائها والمسجد الاقصى المبارك، محذرة من خطورة المرحلة وما تتعرض له المقدسات الاسلامية والمسيحية، مطالبة العالمين العربي والاسلامي للصحوة والوقوف بحزم ضد المخططات الاحتلالية والابتعاد عن الاقوال والاستنكار والتنديد. هذا مخطط متكامل ينفذ بشكل تراكمي للاستيلاء على المسجد الاقصى، ونحن نحذر ونحذر وحذرنا مرارا وتكرارا واستغثنا بالامة، ولكن للاسف الامة كأن الاقصى لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، كأنه ليس مصدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه ليس جزء من عقيدتها. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعد أحداث الأقصى الأخيرة قامت بتسليم قرارات عشوائية لبعض المصلين تمنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك لعدة أشهر. في السابق كانت هناك استنكارات وشجب وبيانات عربية وإسلامية تندد بأي اعتداءات احتلالية إسرائيلية على القدس، هذه بالطبع توقفت واصبح هناك بعض التصريحات الخجولة والتي لا ترتقي لمستوى الحدث. خضر شاهين، العالم، القدس المحتله.